ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلادر لؤي. اليوم راح ننازل كل بلابل التيربو ضد البلبل اللي بلزق بالحلبة للاعب آمر اللي لسه ما بنعرف شو اسمه، ولكن اليوم على سبيس تون راح يطلع شو اسمه. فتابعوا بيبات البرش تيربو على سبيس تون. زي ما بتعرفوا بلبل دوران حر ومطاط وبلزق، واكيد اول نزالين راح يكونوا مع خفاش الليل لاني عندي كل قطعه الاصليه، فصنعت لكم البلبل واكيد راح اعمل فيديو له منفصل ضد كل بلابل التيربو. فاشتركوا بالقناه عشان تشوفوا صنع الخفاش المحطم ونختبره ضد كل بلابل التيربو. حتى كمان معنا الصياد الايمن وفضاء الشمال اللي صنعناهم. فيلا الجوله الاولى، الخفاش المحطم بلبل اللي بلزق. طبعا الخفاش المحطم كيف صنعته للي بيسالني، راح اعمل له فيديو خاص، ولكن زي ما شايفين هو بيجي بحديدة 11 نفس حديدة الأخيل، وفريم كتير بتشبه فريم سيد الرهاب، فحطت له تبعت سيد الرهاب، وحتى نفس اللون، وكمان الدرايفر نفس درايفر رمح اللولوبي، بس اللاير هي لونها برتقاني وهي عندها لونها أبيض، فما فرق ولا إشي. فالجولة الثانية انتقم يا بلبل البلزق. يلا والخفاش، بلبلين جداد ما بنعرف عنهم أي إشي حرفيا، مش مختبرينهم كفاية، وما بعرف مين الأقوى، مش عارف كم مستواهم كمان، ولكن انا متاكد انهم مش من اقوى البلابل ولا من الاضعف بلابل، يعني انه مش عارف، بس انه كمان جوله لنحسم النزال. يلا خفاش، يلا البلبل الملزق. طبعا اول البلبل بطلعه بجهاز اطلاق الدايناميت، والثاني بطلعه بالسباركينج عشان يكون فرق القوه معوض. وحاليا صار عندنا نزال تحمل، ولكن معقول الخفاش يفشل بالتحمل ويفوز بلبل المطاط الملتصق؟ هو البلبل عباره عن افاعي تعابين اشي شرير، واخذ نقطتين. وعلى ما اظن صاروا تعادل، بيرس للبلزق ونزالين الخفاش فازهم، صح؟ صححوني اذا غلطان، ولكن على ما اظن تعادل. وهلا الجوله الحاسمه بين ريان وامر. وطبعا بدي احكي لكم اني في شغله سريه ممنوعه اعرضها على اليوتيوب، راح اعرضها على انستغرام وسناب شاتي يوم الثلاثاء الساعه 7 المساء، وعلى ما يبدو انه الخفاش فاز، الف مبروك. اخيل الاخير اغيد ضد امر، شوفوا كيف ببعد وفجأة بلزق بمكان، بتحرك وبلزق بمكان، عن جد ثعبان، مكار، مخادع. اوه، فتابعوني على سناب شات والانستغرام، حكيت لكم راح اعرض لكم شغلة ممنوع اعرضها على اليوتيوب، فراح اضطر اعرضها هناك. الحسابات بصندوق الوصف اسمي بي بلايدر ال كي بالانستغرام او بي بلايدر لؤي بالعربي، كمان بالسناب شات اسمي بي بلايد ال كي، اوكي؟ اغيد لا تستسلم. اوبس، اوكي، 1-0 للبلبل الملتصق طبعا، والاخيل وضعية التحمل، و1-1 تعادل. الاخيل صير مزدوج، اوكي الاخيل المزدوج حان وقت الهجوم شوي. ايوه ارجع لمنتصف الحلبة ولا تضيع طاقتك، بس ما تقحط لي الستيكرز لو سمحت، اللير حلوة تشبه الصخور والسلاحف. اوه، و2-1 للملتصق. طبعا اكتبوا لي اسمه بالكومنتات بس تعرفوا شو اسمه الرسمي من سبيس تون. اخيل الهجومي الملتصق، ايوه عيق حركه هجومه، انتقم من اخيل من اغيد. استغربت انا من النزال، الاخيل طبعا مع القاعده الجديده المحسنه اكيد. وات، عم بخسر الاخيل. اهجم بكل قوتك، يلا اهجم. وال، مش طبيعي، ما توقعتها. عاد انا جد صدقوني متوقع الاخيل اقوى منه، هذا فاز الاخيل بس الخفاش فازه، شو هالغرابه؟ يعني بتوقع انا نزلت الخفاش والاخيل، الاخيل يفوز الخفاش، بس جد نزال كثير غريب. الشجاع النفاث الجديد، اهجم بكل قوتك، دمر هذا الملتصق، اقضي عليه. مستحيل كمية الثبات والدفاع الرهيب الموجودة بهالبلبل، يا الله مش طبيعي. أنا مش عم بفتل، عم بصير شو تعادل؟ تمزح يا جماعة، مش طبيعي مش طبيعي، بيحكوا عنه من أضعف البلابل هذا، كيف عم بفوز؟ أنا عن جد من صدر القوة تبعي. يلا الشجاع، طبعا زي ما ملاحظين الشجاع عم بيصير اسرع وعم بيدوب قاعدته ليستعد للنزالات الجاي مع البلابل النفاثه اللي فيها بيرس ستوبر زيه من تاكارا تومي. اوه، والالتصاق بالشجاع، والشجاع اخذ نقطه وطلعت له بيرس ستوبرز تنتين، شفرتين او سكينتين.
وبرضه اكتبوا لي ايش بالكومنتات، ايش سبيس تون سمت البيرست ستوبر، سمتهم اظن الشفرات صحيح او السكاكين. ايش جاء النفاس انهي هذا النزال. اجم بيرست 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 بيرست. والشجاع ضاعت كل طاقته. بلبل الافعى مص الطاقه تبعته، ذكرني بلبل الافعى القاتل تبع ادهم بالمعركه الحديديه. اوكي الشجاع فاز، بس انا صراحه فاز بصعوبه، انا توقعته يفوز هذا بسهوله، انا توقعت هذا البلبل ينعمل له بيرس بكل الجولات، بس صدقوني 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 انه عن جد انا مستغرب انه مو حاطط لا مطاط ولا بطيخ، يعني انه فكرني بغشه بصار شو. عن جد البلبل يعني هذا مفروض اضعف بلبل بكل بلابل التيربو، اللي عم بصير قدامي مش طبيعي مش معقول. وميض العلب الرباعيه. اوه بلبل يساري انتقم منه. بدرايفر برضو افعى السديم. افعى ضد افعى، تنين ضد افعى، تنين مع افعى، خمس سنانين متعاونين مع درايفر افعى. فزي ما حكيت لكم ضيفوني على السناب شات والانستغرام، الروابط كلها بصندوق الوصف، اللينكس بالديسكريبشن بوكس، او ادخلوا على قناتي وادخلوا على الوصف او الاباوت رح تلاقوا كل الروابط اللي بدكم اياها هناك. لا تضيفوني عليهم لانه بدي افرجيكم اشياء ممنوعه من العرض على اليوتيوب لها علاقه بالبلابل طبعا. سيد الرهاب هاد صاحبك مفروض صحيح؟ او من الاشرار اللي زيك. اوه ضربات سيد الرهاب ما عم تاثر، اسمعوا جماعه جد انا بفتح العلبه ما حبيت احكي لكم انه هذا من اضعف البلابل، بس عم بيفوز كثير بلابل قويه. سيد الرهاب كنت احكي له انتهى وقت المزاح، بعدين طلع وقت الجد. انتهى وقت المزاح يا زلمه. اوكي طبعا رجعت الخفاش لنسخه العلبه الرباعيه عشان برضه نختبر طاقته وقوته بالعلبه الرباعيه بخلطه الرباعيه هاي، صراحه جدا سيئه. الاسنان تاعونها ضعيفه يعني مش عارف، حاسس الدرايفر الرمح كان مقوي الاسنان اكثر من درايفر فولكانيك داش تبع الشجاع. اكيد عندنا الرمح اللولبي. ايوه سيد الرهاب فاز بالتحمل. سيد الرهاب ارعبه. ايوه ضرباتك القوية لا تضيعها، ضربات قوية من كل البلبلين، ولكن سيد الرهاب بح. انا مستغرب يا جماعة، انا مصدوم بجد ومش عارف انطق. اوكي ضد لحظة الخفاش، الخلطة الرباعية، الخلطة الهجومية تبعت الخفاش اكيد سيئة يعني ما مش متوقع من هاي شيء. شو رأيكم بعد هنطلع الجارح المتجدد؟ يلا جارح المتجدد والامبراطور صحيح والبلابل المندمجة والول انا كثير بلابل صحيح، نزلاتها حلوة رح تكون. خصم لا يستهان فيه، الجارح المتجدد من اقوى البلابل صحيح. توي برو نزلت بلبل براثن الوحدة. لا تقريبا تعادل. واو اللي عم بصير هو مقلب، يعني انا مستغرب جدا، يعني بعرف حكيتها كثير بس عن جد البلبل المنتصق هو يعد بيعتبروه من اسوأ البلابل، عم بيفوز البلابل قوية عم بتعادل معهم، يعني عم بصعوبة بصعوبة بيفوزوا قاعدين. جارح فازوا بس يعني مش بسهولة. امبراطور الامواج فيصل يلا شفنا هذا الملتصق. ها هاي دمره كسره حطمه فتمه فحمه. يعني خلص اقضي عليه. وكمان جولة مع امبراطور الامواج الجديد من تكار تومي. اوه الامبراطور صمت صراحة وطلعنا قبل، خلص ما راح نعمل كمان جولة، الامبراطور فازه. الاشي الايمن نسيت شو كان اسمك. اوه حركة رهيبة ما ضيع طاقته ورجع للحلبة، بس تشقلب شقلة باظ وودع باي باي. حان وقت اخوه الدوران اليساري، طاقة الدوران اليساري، طاقة الدوران اليميني التصق بنص الحلبة. اوكي يبدو انه البلابل صحيح هذول كيف بخبطوا ببعض. اوكي اي اللاير عم تخبط باللاير، هذا البلبل لانه طويل ففعلا رهيب. فيديو اليوم صراحة توقعته ممل بس عن جد تصوير ممتع واكيد مشاهدته ممتعه، انا كثير مبسوط.
يلا المنتصر. اوكي خص هذاك كثير قوي صراحه. السيف الكاسر. اوبس اوكي كاني عكس جهاز الاطلاق، انا اسف. المفروض اطلع الاول بالدينامايت. طلعت السيف السباركينج. تمزح. عمل بيرس لبلبل من اقوى البلابل بالاسنان. فيديو اليوم خالف كل قوانين عالم البلابل العالمية. مش طبيعي، اوكي؟ مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي. كنت اغير حلبة بس رح اضلني بهالحلبة لان النزالات فيها ممتعة جدا. سيف الكاسر، اقضي عليه. ايش فيق لك؟ اقضي عليه. يلا كساب. اوكي صحيح انا غشيت شوي بهالجوله يعني، بس مع السيف مش انه غشيت، بس انه طلعته اول مره فشلت وطلعته مره ثانيه عشان اساعده يفوز وفاز. لا اسمع اسمع، انت رهيب رهيب رهيب، ابدا ما توقعت بهالقوه للمره المليون بعيدها. انا مش مصدق اللي عم بصير قدامي. كمان مره، هذا اضعف بلبل بالتيربو. المفروض 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 السمندر الحار. في بلبل ثابت كثير فعلمه ينطنط زيك. على فكرة بفتح العلبة حكيت انه بلبل برقص، انه فعلا مرات ببعض الجولات البلبل الافعى هذا او ما بعرف شو اسمه بدقر بالتلزيق وهيك بيصير رجج بشكل غريب ومثل كأنه برقص، بتشبه الصبارة هاي اللي بتحكي اللي نزلت ترند بعالم الالعاب وهيك وتيك توك. تيك توك صحيح، ليش مش متابعين تيك توك؟ نزلت فيديو بضحك كثير بالفرنسي. والسمندر فاز. هرقل شاب البأس. طلعت بلبلين بأقصى قوة عندي بالسباركينج والدينامايت. بدنا بيرس بس ما حيصير في بيرس لايرز. هداك هرقل بضل يسكر اللاير تبعته بتكبر حجمها، وهذا ثابت ولطيف مدور من الأطراف أكيد يا زلمة. ملك التحمل هرقل، ما بتقدرش تفوزه. الشجاع البركاني. أوه! انا متاكد الشجاع البركاني حط لي اياه، حسيت بالخبطه. معلش بنطلعه كمان مره سماح. اوه اول بيرس بالفيديو لهذا، طبعا اكيد بالغش انه طلعته مرتين ورا بعض فاكيد مش عادل. بس كمان جوله اخيره. شهاب القديم، اقضي عليه. هجوم. ايوه اوه الشجاع البركاني بطل. الوميض الجارح. ضاري فرجينا قوتك، انت اقوى من شهاب ولا اضعف منه؟ اوكي حيدور شوي بس رجع يخبط. ضل عنا خمس بلابل، تنين تحمل، البراثم الرمح، الكلب الضاري الدفاعي، واخيل اللهب، و انياب الفهد البايخ ما بحبه، ضعيف هجومي فاشل. تخيل يفوزوا بكون عنده نقطة قوة ضده. كان الوميض فاز شوي. انياب الفهد فرجينا شطارتك. هلا ممكن يكون انياب الفهد عنده نقطة قوة ضده بالذات يعضه مثلا، بالذات انه اللاير الافعى هذا نحيف شوي، بس ضرباته من دون اي فايدة. مسكين الافعى الانياب. روح اسوأ بلبل يعني. اكتر بلبل بكرهه عن جد، خلص ما بحبه ما بحبه. لا يعني ضعيف بايخ، ولا فوق كل هذا طلع لي بعلبة حظ يعني بحبني انه عن جد شو هالبلد. اكتر بلبل زنخ طلع لي بالحظ. يلا معلش كلب الضاري. اوكي اوكي هذا اللي عملنا نزال معه هذيك المرة بفتح العلبة، عملت نزال معه مع الكلب الضاري. الكلب الضاري صراحة كان يفوزه، بس اصريت يفوز الافعى جولة وبعدين انهيت الفيديو، فمش فارقة معي شو بصير بهالجولة. شوف فتح العلبة. واو الكلب فازه بالتحمل. يعني هو صدفة انه كل بلبل هيك عم بتميز، يعني تصميم اللاير تبعته صدفة انه عم بكون اقوى من تصميم اللاير الفلاني ومن هالحكي هذا. فهلا عنا اخر براثن الوحدة. اوه سري سري سري، شفت قوة الاطلاق، رجعت طلعته. يا الله البراثن ليش تطلع. براثن الوحدة صحيح حكيت لكم انه نزل من توي برو، ولكن لسه انه لسه ممكن ينزل مع اشياء تانية. واذا متابعيني على الانستغرام اكيد عرفتوا عن الاخبار الحصريه اللي حكيت لكم عنها. ممكن ينزل الشجاع النفاث، ممكن ينزل اللهيب النفاث من تكار تومي بعلبه منفصله،
وليس بعلبة رباعية. ممكن كمان بلابل تانية بتحبوها كتير ممكن تنزل. فعن جد صرت أحكي أشياء حصرية على مواقع التواصل الاجتماعي أكتر من يوتيوب. أخي للهب انطحن لأخي للأخير صاحبك أخوك ابن عمك ابن خالتك جيرانكم. والإشي الغريب لير الأخيل عندها نقطة ضعف من لير الملتصق. رهيب غريب جديد جديد عليك معلومة يعني. توقعت العكس يعني لير الأخيل حاد حاد بشكل مش طبيعي. مطور السيارة هلا أوكي الرمح اللولبي خلينا نشوف أداءه ضد هالبلبل. يا جماعة حرفيا فيديو اليوم غير كل قواعد عالم البلابل. البلبل اللي معتقد انه الاضعف بالتيربو فاز كل هدول البلابل فاز سوري مش كلهم بس فاز عدد كبير وكتير بلابل بصعوبة قدرت تتغلب عليه. فاشي مش طبيعي صراحة. عن جد بتمنى هذا الفيديو يوصل لكل عالم البلابل كل بيبلادر في العالم. فانشروه بكل مكان. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كمان. ومواقع التواصل الاجتماعي راح افرجيكم شغلة سرية يوم الثلاثاء الساعة 7 المساء بتوقيت الاردن. ممنوع عرضها على اليوتيوب فراح اعرضها على انستغرام والسناب شات. فبس بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. تابعوا فيديوهات التاني وشوف فتح العلب لانه كانوا عن جد رهيبين. وبس ترقبوا كتير اشياء حلوة محضركم اياها.